مساكم الله بالخير والنور والسعادة. اليوم عاد إجازة، واليوم هذا شغلتي أطالع هويشات ودلت الشاهي والقهوة عدالي وأطالع شو هذا الحياة الحلوة. هاي كله بعد ركيض وكله زي اللي هو لا, لا 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 في وقت شوية تجلس تاخذ راحتك، استجمام، استرخاء وراحة. نعم احنا عاد نصنف اني انا بعد معزوم على عشاء. يا ربي مكان بعيد، اسير ما اسير ما ادري. بطالع يا حليل يا حليل ما هو انا اسمنا الرضع الرضيع. اي استنسان تعم بقى. تعالوا تعالوا داي تعالوا طر تعالوا. سبحان الله الحيوانات يعرفون الزقرة ويونك سيدة. هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير والنور والأنوار والسعادة. أسمي برد، يعني الأوليين أبواتنا يوم زمان أول قالوا برد الكويت، يعني برد صدق من كثر البرد. اليوم أنا إيش سويت؟ وحدة اثنتين ثلاث وماشي. إيه نعم، ما يرحم البرد ما بلعبة. اللحين أي لسه وحطي يا ربي يا الله والسمر وسوي لي شاي حليب بالزنجبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. نعم إيه يبقى بعد حن شاي حليب بالزنجبيل على هاليلسة وعشاي. شوفوا شو أسوي، ما بقول لكم حين بس خلكم وياي. هذا الشتاء حد يوم قال راح الصيف يا ان الشتاء اشتبيك بدون برد ما يجوز. يا يونس اكيد هذا بعد جاينا يونس اليوم من سور بن خزيمه من شناص، هذا اخو لوكيشن. نعم بس هذا شويه اللهم صل على محمد اذا جلس على الصينيه ينفضها صح ولا خف على عمرك. صدق والله ان شاء الله صحه زينه تنضحك. ايه خف على الاكل، تقول بس رياضه وانا غيره وانت ما شاء الله عليك لا تخلي خضر ولا يابس. الناس تحب تاكل شهيه يا سبحان الله تعالى. فصور يا سالم اليوم ايه يبا بابو يعيبني الا على هالضوء وعالي يا مر هذا. شوفوا يا ربي ايه واعطيه تحت احطيه بحينه صايرونه. عطني يا نوس عطني هاي هاي شيء ودفوه وبسوي لي على طريقتي الخاصه كبده. هي انا مشغول انا مفاضي انا ما فاضي. الفاضي يونس يصير قاضي وعندنا مبدا الاولي يقول حقران يقطع ما بيقطع المفصل المصران المفاصل والمصران وطنش تعش ناس فاضيه وما عندي شغل. ما ابوي انا عندي شغل وعندي مطابخ وعندي قرقعه فاضي للامور. احط بالي ويا طباخي يعيبني يوم اطبخ لحبايبي ويطالعوني ويستانسون. شو تقولون في طباخ اخوكم حريه؟ ها؟ خلكم واحد على الطبيخ بس انا مشغول جدا جدا مشغول. وش اللي حمر البصل حمرته عطني الثوم هذا الزنجبيل. وين الزنجبيل هذا؟ ها؟ خلي حق شاي الحليب بصل يا طماط شوية زنجبيل البجاية يا ربي طبخة شتوية. خلق ايه خلكم ويا الطبخة شتوية ويا حرية كبدة يعني بس اللبنانيين يقولون كبدة تبولي ثاني بعد اسمه موقع له اسم دواري فلافل لا نسيت اسمه ولا طماط معجون معجون معجون. ايه عطني توره باني 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 بعد عليه حي المعجون. ايه يبغى له معجون. ايه عطني باني توره
سلوك صور تورا تورا باني تورا باني تورا تورا بعد بعد تورا بس 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 وهاي الكبدة صور الكبدة طالعة أبوه يا ربي في أكل شتوية شتوية ويا أخوكم حرية وين البزار وهذا البزار وهذا شو البزار الأحمر بعد يبالي شوي هي لابد هي فلفل أحمر هي عيوني أنا الفلفل الأحمر طلع طلع صور طلع الله يخليك هي الحين شوية نمك هي قالوا نمك هي وابو يو بيو بيو بس ما عليه روح الدنيا ضغط الله البرد يبالي الطبخة الطبخة تبالي فن والفن طول الله عمرك عندها هلف شو صور 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 تعال تعال صور هاي ركز 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 الله يا لبوي يا بابو يا بابا شيل هذا على هذا الله يبالي حليب شاي حليب ايه شاي الحليب عاد خاص بالوقت هذا نعم شو يباله عن البلعوم وعن كل حاجة سبحان الله تعالى عطني الزنجبيل الفرش ايه يلا الزنجبيل الفرش هذه يغنيك عن كل حاجة ما بغاش مرة دواء نعم ايه مرة خلي عاد الحين يستوي بشرب حليب وشاي زنجبيل عطني طشون شكر ايه اخذوه الزنجبيل خاص بالايام هاي سبحان الله دواء ما شاء الله الاولين قالوا اكل بالبصل بما حصل والثوم قدمت متروم والرويد العويد والزنجبيل بالقوه الحيل يعني بالحيل قد ما ترام كله خاص بالوقت هذا عطني شكر ابوي يارك الله يارك الله يا سليم نعم هذا ايش ما بحب ما ادري شكر وايد وايد الله هي خاطبخ زنجبيل قال ابوي شاي حليب بالزنجبيل شو قال راح يقول قال زنجبيل بترابه واللي ما ياخذه واللي ما يباه يرده على اصحابه واحد بعطيش اربع شويون ما يبشكر وايد الناس ما تحب الشكر الايام اي نعم وايد وايد لا بس ايه عشان تتم حروره الزنجبيل في هذا هي نعم هذا هو طنش تعش تنتعش وعقب ترتعش برد ها برودة اليوم اعوذ بالله منها بس طار شوي ناس على السناب شات مطر ما ادري وين اي بقعه عمكم بلادكم بعمان اي وين هذا ما شاء الله مطر الله يدوم النعم ان شاء الله وصور سلوم صور الله 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 ما شاء الله اي نعم الله غطيه واشتغل حليب الحين ومع الكبده ويا بطل الهريس حطيت على الهريس بعد نعم ده يتعورني شويه الخفيف ملاحظه او ملحوظه او ما يقولون هذا ما بلا تحطون الزنجبيل وغليتين غلا وش لا خلوا مره يطبخ لين ياخذ حده لين الزنجبيل يضرب في الحليب يوم تشرب مره تعال شوفه سلوم يبقى الله ايه مره مره خلي يطبخ يطبخ يقلب ايه ايه والزنجبيل الخضر احسن من الزنجبيل الناشف اليابس هذاك يعني على ما تقوله لكن هذا الأصلي هذا خضر يعني فرش على ما تقول نعم وحطينا في الدلة وحين وشرب مثل ما أنا شي شرب خاص بالوقت هذا وخاص فيها الأمراض وعافانا الله وهالدنيا لا هذا ما شاء الله قال أكل بالزنجبيل بالقوة والحيل الحيل يعني يعني لا تباري يلا يلا يا ابوكم هذا الحليب زين سلوم
واويلا هذا شاي الحليب زعتر وعادي بان في هذا الاجواء الحين شويه البان ايه البان 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 ايه نعم افرين في هاي ايه محروزين محروزين عن كل عين وعن كل ظالم الله ينجي عن كل ظالم عن كل عين وعين حسود فيها عود ومسود